بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والنور المجتبى حتى تقر عيناه القريرتان في قبره الشريف وفي روضه العتيق. اللهم أكرمنا بالعلم، وجملنا بالحلم، وزيننا بزينة الإيمان، واجعلنا يا مولانا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ما أحوجنا إليك يا ربنا، نسألك باسمك الأعظم، نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تجعل لأمة الإسلام في هذا الظرف العصيب الذي تمر به، وبالذات في قدسها وأقصاها في الأرض المباركة، مخرجا عاجلا كريما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم من جديد مع برنامجكم أغلى من الذهب، شذرات من سيرة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، تزيدنا حبا وشوقا وتوقا وتحنانا إلى الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن أيها الإخوة والأخوات، حلقتنا هذه تأتي والأمة كالعهد بها منذ عقود خلت، تمر بأزمة جديدة وأزمة خطيرة جدا، إلا الأقصى. نعم، إلا الأقصى، القبلة الأولى، مهبط الأنبياء والمرسلين. يا جماعة، يتعرض لأخطار داهمة خطيرة جدا مصر الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، ثاني المسجدين. اليهود عليهم لعنات الله المتتابعات إلى يوم القيامة، هذه المرة جادون مصرون عازمون على هدم المسجد الأقصى وما يتصل به لا سمح الله. تصوروا يا إخوة يا أخوات، إنهم يشعرون بالذنب والخطيئة والتقصير يلذع قلوبهم، لأنهم يعتقدون أنهم تأخروا في بناء الهيكل المزعوم والمعبد الموهوم، هيكل سليمان عليه السلام، وسليمان منهم بريء. إي والله، وهذه المرة يبدو أنهم تجاوزوا كل الخطوط الحمراء والخضراء والصفراء، والأمة وزعماؤها في موقف المتفرج تفغر فاها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تصوروا يا جماعة، تجاوزوا في تحضيرهم لهذا الحلم الذي يراودهم كل لحظة، تجاوزوا موضوع المخططات الهندسية والموازنات المالية. الحجارة من أجود أنواع الحجارة، حجارة المعبد المكذوب الموهوم، هذه الأسطورة وهذه الخرافة الصهيونية جاهزة من أحسن وأكرم أنواع الحجرة. بل انظروا أيها الإخوة، وليت أهل الحق، نقولها من أعماق القلوب التي ينتابها الألم، ليت أهل الحق يعشقون حجارة القدس وأركان الأرض المباركة وحبات رمل الأرض المباركة التي رويت بدماء الشهداء ودموع الصالحين والأولياء، ليتهم يعشقونها كما يعشقون اليهود وتعشق الصهيونية الغاشمة
القدس وحجارة القدس وكل شيء في القدس. جعلوا لكل حجر رقما متسلسلا بترتيب هندسي في غاية الأناقة والدقة. الأثاث وما يتصل به من أجود وأحسن أنواع الأثاث في غاية الجاهزية، كل شيء جاهز. لم يبقى لهم إلا أن يحققوا حلمهم السرمدي، أن يهدموا المسجد الأقصى في غفلة من المسلمين. هم الآن، وهكذا شأن اليهود، يحاولون أن يستغلوا أي فرصة للانقضاض على ما بقي من الفريسة لنهش لحمها وقضم عظمها. هم يعتقدون أن الفرصة الآن سانحة أمامهم، كيف لا؟ المسلمون، معذرة، هذه حقيقة، نعم، نحن مع ثقافة الأمل أيها الإخوة والأخوات، ولكن علينا أن نفتح الجرح، علينا أن نكشف الحقائق. المسلمون في غفلة شديدة، المسلمون فيما أعتقد في أسوأ حالاتهم. أي نعم، حكامهم في عالم من الغيبوبة، الشعوب في ابتعاد إلا من رحم ربك، اقتتال طائفي حاقد لئيم بين أبناء القبلة الواحدة، اقتتال داخلي حاقد بين أبناء الملة الواحدة، والدول المجرمة الغادرة، ومن يقف معهم من الأدعياء والعملاء يقدمون لهم كل ما أمكن من وسائل الدعم حتى تزداد النار اضطراما، وحتى يحرق المسلمون لا سمح الله ولن يكون ذلك بعضهم بعضا. حالة من العجز والشلل، غثائية كما أخبر الحبيب عليه الصلاة والسلام، كغثاء السيل، وهن كما أخبر النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، في غاية الظهور. أرجو أن أوجه النداء من خلال هذه المحطة والفضائية الحبيبة اليرموك، وما أدراكم ما أمجاد اليرموك. هذه المرة يا إخوة، اليهود جادون جدا في تحقيق حلمهم، فلتنتفضي أيتها الشعوب. أما أنا لك أن تنتفضي؟ ماذا تنتظرون أيها الناس؟ ماذا تنتظرون؟ أتنتظرون أن يولد شيء من رحم الغيب؟ أتعتمدون على الخزعبلات والخرافات؟ إن سنن الله في قيام الحضارات وكبوها وسقوطها يأبى ذلك. تصوروا أيها الإخوة والأخوات، لا سمح الله لئن حدث للمسجد الأقصى مكروه، ونحن شاهدو هذا العصر، نرى الفجيعة أمام أعيننا، ماذا عسانا أن نصنع في تلك اللحظة السوداء؟ أنلبس براقع النساء؟ ماذا علينا أن نفعل؟ والله بطن الأرض عندئذ خير من ظهرها، وموتة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وأيها الإخوة والأخوات، بالرغم من التقصير الكبير، تقصير كبير، يعني إخواني أخواتي، أرجو ألا يغيب عن بالكم أن القدس وأن المسجد الأقصى وأن الأرض المباركة لها عقود طويلة، عشرات السنين، تحت نير الاحتلال، أجيال تأتي وأجيال تتلاشى وتذهب، وما زالت حبيبة القلوب، وما زالت فلسطين الأرض المباركة سليبة حزينة كثيرة، وما زالت مآذن المسجد الأقصى تبكي، وما زالت قبابه تصرخ،
وما زال الحرائر والأحرار الذين يدافعون عن المسجد الأقصى في هذه الأثناء يستصرخون الأمة أن تستيقظ من سباتها العميق. على كل حال أسعدني اليوم حتى نمزج بين الألم والأمل وحتى نؤكد على ثقافة الأمل، أسعدني اليوم خبر وأسعدتني أيضا صورة متألقة في الأرض المباركة في المسجد الأقصى. أما الخبر فإن الحكومة اليهودية وهي غادرة الصهيونية قررت إغلاق المسجد الأقصى دون اليهود وعدم السماح لهم بالدخول إلى المسجد الأقصى، وسمحت لهم بأن يقيموا صلواتهم عند حائط البراق. والصورة التي أفرحتني كثيرا حينما جاء الإخوة المرابطون والأخوات المرابطات وسجدوا لله شاكرين على أنهم كانوا سببا في منع المجرمين من الصهاينة من اقتحام المسجد الأقصى. على كل حال هذه نفثة مصدور وهذه كلمة اقتضاها واقع الحال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل الحال إلى أحسن ما يكون إن شاء الله تعالى، وأن يجعلنا من جند الأقصى ومن جند الأرض المباركة فلسطين. يا إخواني أخواتي، إن مكة ألقت بفلذات أكبادها. أين ألقت بهم؟ ألقت بهم في الأرض المباركة فلسطين. أرأيتم إلى أمين الأمة أبي عبيدة، هذا الرجل المغوار، هذا البطل الكبير والقائد المخضرم، أها هو يرقد في الأرض المباركة. أرأيتم إلى أبي إسحاق سعد ابن أبي وقاص، أرأيتم مئات من الصحابة تركوا البيت العتيق وجاءوا إلى هذه الأرض التي أوصى بها الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام المسلمين في مقبل الأيام. على كل حال دعونا نعود من جديد إلى شذرات وجواهر من سيرة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. لربما طال بنا العهد وتوقفنا بعد إجازة، أسأل الله عز وجل أن يبارك للأمة وكل عام وأنتم بخير. توقفنا عند منهجية الحبيب عليه الصلاة والسلام في العهد المكي في الدعوة، وقد استخلص بعض الكاتبين بعض القواعد المهمة جدا في تأسيس الدعوة الإسلامية في كل حين. القاعدة الأولى: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو إذا فقهوا. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه صاحب الذكاء والفطنة والفراسة منقطعة النظير، كان ينظر إلى الأفذاذ، كان ينظر إلى أصحاب الهمم العالية والعزائم الفتية والجاه العريض والذكاء الخارق والساعد القوي. إنه يحب دين الله، إنه يعشق دعوته، إنه يريد أن يأتي لدعوته ولشريعة هذا الإسلام العظيم بأحسن ما يمكن من الرجال والنساء والشباب والطاقات. وكان له ما أراد عليه الصلاة والسلام. جاء أبو عبيدة، ذكرنا شيئا عن هذا الصنديد، ومن قبل أبو بكر، وقد كانت فراسة الحبيب عليه الصلاة والسلام في أبي بكر في غاية الدقة والرقة، وكان لأبي بكر الصولات والجولات في خدمة هذا عمر بن الخطاب. وهكذا إذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة مهمة علينا أن نحرص يا إخوة يا أخوات، هذا الدين يحتاج كل الناس، نعم، لكنه يحتاج المتميزين ليكونوا في الطليعة في المقدمة، ليحملوا على أكتافهم دعوة الإسلام. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه كان يحاول أن
إنجاز لي أن أقول أن يبحث عن الأسود، أن يصطاد الأسود والنسور والصقور، أي حتى يقدموا دعوتهم بكل قوة، بكل ألق، بكل ثقة، أي نعم بكل سرعة. نحن بحاجة إلى أن نهتم بعامل الزمن، إن مثل هذه الطاقات من الذكاء والقوة والمواهب والمهارات والقدرات تختصر كثيرا علينا من الزمن. أي والله يا إخواني، حتى نرى راية الإسلام تخفق أمام أعيننا. والنبي صلى الله وسلم وبارك عليه بنى دولة فتية قوية في عمر قصير، تصوروا يعني 13 سنة في مكة، يرسخ العقيدة والإيمان والخلق القويم عند أصحابه، و10 سنوات في المدينة، 23 سنة أقام دولة أدهشت العالم كله. ويعجبني حكيم، وهذه رسالة يا إخواني، أن نهتم بموضوع النوعية والزمن، وثمة ارتباط شديد لا ينقطع، معادلة بين النوعية والزمن. قد تنجز عملا في ساعة، قد ينجزه غيرك في لحظة. نحن نريد أن صاحب اللحظة، صاحب اللحظة. وربما نتحدث عن مغامرات عمر الذي كانت لحظاته كالساعات، وساعاته تقاس كالأيام في الإنجاز رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحكيم يقول: رب عمر اتسعت آماله وقلت أمداده. يعني بعض الخلق يعيش 70 سنة، 80 سنة، قد يعيش قرنا كاملا، لكن ماذا قدم لأمة الإسلام؟ ماذا قدم للأقصى الجريح الأسير؟ ماذا قدم لمشروع الدولة المنتظرة منذ عقود؟ ماذا قدم؟ في ذمة الله، ويأتي الناس لتعزية: نعزيكم بفلان، عليه رحمة الله، هو إلى رحمة الله أقرب. لكن يا جماعة، الإسلام يريد الإنجاز، يريد أن تقوم بواجب الاستخلاف في الأرض. على كل حال، هذا موضوع طويل جدا، لكنها إشارة في الطريق. إذن رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده، ورب عمر قلت آماده وكثرت أمداده. انظروا كما قلت قبل قليل، كم عاش النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، كم عمر الدعوة، كم عمر الدولة بعد الدعوة، لكنه الإنجاز العظيم الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. إذن هذه قضية مهمة جدا يا إخواني، علينا أن نحسن الاختيار. لاحظوا، أبو بكر فهم الدرس، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، فجاء بعثمان. عثمان، وما أدراكم ما عثمان؟ عثمان عجيب، عثمان، ليت الوقت يسعف أن نعطي لهذا الرجل شيئا من حقه. جاء بعبد الرحمن بن عوف، هذا الصحابي الحكيم، أي والله، جاء وجاء بسعد بن أبي وقاص الذي هدم الإمبراطورية الرومانية بتكبيراته الثلاث، الله أكبر. جاء وجاء. بالمناسبة، أود أن أشير أننا في الإسلام، في منهج قيام الحضارة الإسلامية، نحتاج إلى العناصر الثلاث التالية. نحتاج إلى الأقوياء. حذاري أن تظنوا أن الإسلام عبارة عن مجموعة من الضعفاء. نحتاج إلى الأقوياء، نحتاج إلى الأذكياء، نحتاج إلى الأغنياء. هذه ثلاثية مهمة جدا يا إخوان في الإنجاز. نعم، أرجو أن لا يفهم كلامي على غير وجهه، إنما تنصرون بضعفائكم ومساكينكم، الفقراء والمساكين لهم دور لا ينكر، لكني أتكلم وأتحدث عن مشروع الانطلاق
للأمة نحتاج إلى الأقوياء، مشروع اختصار الزمن، نحتاج إلى الأذكياء، نحتاج إلى المال، إلى الأغنياء. توسم المجتمعات الإسلامية، أو دعوني أقول العربية، هذه الأيام مع ما عندها من ثروات طائلة لكنها لا تملك الإرادة، توسم بأنها مجتمع الفقراء، دول النامية، يا للعار. توسم بأنها مجتمع الفقراء، أين براءات الاختراع لعقول المسلمين وشباب المسلمين؟ ليت شعري ماذا أقول. توسم بأنها مجتمع الأغبياء، مجتمع الضعفاء، حتى على مستوى الرياضة يا جماعة نجد أنفسنا في غاية العجز. إذا أرجوكم، هذه القاعدة مهمة جدا في التأسيس، في الدعوة إلى الله عز وجل. خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه كان ينظر إلى بعض كبراء قريش، ينظر إليهم، يحدق فيهم النظر، وقلبه يتمنى أن يدخل هؤلاء في الإسلام. ولكن الله خاطبه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكن علينا أن نبذل الجهد. إذن هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية يا إخواني وأخواتي، وهذه رسالة إلى أصحاب القرار في كل المؤسسات السياسية والمجتمعية والاقتصادية والجامعات والمدارس إلى آخره والبيوت. ما هي القاعدة الثانية في انطلاق الدعوة الإسلامية في مكة؟ ماذا تتوقعون؟ الاهتمام بعنصر الشباب. تعرفون يا إخواني، ليت الوقت يسعف في هذه القضية التي هي أغلى من الذهب في فهم سيرة الحبيب محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. لو أردت أن أسرد على حضراتكم الآن الجيل الأول من السبق ومن سبق لبق إلى دعوة الإسلام، ستجدون أن معظمهم من الشباب. وهل كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا شبابا؟ فنريد الاهتمام بالشباب. لا شك هذه الدعوة لكل الخلق، شيبا وشبابا ونساء ورجالا وأطفالا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكنني أتحدث عن دائرة الحركة، دائرة الإنتاج والإنجاز. من يطلع بهذه المهمة؟ الشباب يا إخواني في غاية الأهمية. وبالتالي لاحظوا، أعداء الإسلام علموا من أين تؤكل وتنهش، وتؤكل فقط، تنهش الكتف، فعملوا على إبعاد الشباب عن دورهم الريادي وعن ذاتيتهم وعن فطرتهم وعن دينهم. يا مليارات تقوم بها، تنفقها الماسونية العالمية والصليبية الحاقدة، ودول بأكملها تقف إلى جانب مشروع إبعاد الشباب عن الدين، عن الأخلاق، عن الإنتاج الحقيقي. يا يذوب القلب حسرة حينما نرى أجيالا من الشباب هي إلى الضلالة والانحراف والغفلة أقرب منها إلى الهداية والرشاد. أجيال تذهب من أبناء المسلمين وبنات المسلمين بشهود المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمة لم تعطي للشباب الدور. لكن انظروا أيها الإخوة والأخوات، حينما التفت الأخوة والحكماء في غزة المرابطة المباركة التي لن يخذلها ربنا، بالرغم ما تعيشه في هذه الأثناء من لأواء وظلم وحصار جائر، ما زال التفت الأخوة، لن يخذلها الله عز وجل، التفت الإخوة إلى عنصر الشباب. انظروا ما شاء الله إلى أجيال من القادة
في المجال الإعلامي، في المجال السياسي، في المجال الجهادي، في كل المجالات شباب مجتمع فتي ينبئ بأن الأمة بإذن الله تسير على طريق الخير والحق والطريق إلى القدس بإذن الله سبحانه وتعالى. لماذا حرص الحبيب عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة الأول كأبي بكر على الاهتمام بالشباب من بادئ الأمر؟ لماذا؟ وهذه رسالة إلى الإخوة المربين وإلى الأخوات المربيات. أنا أتحدث عن الشباب والشابات في المدارس، في الجامعات، أجيال بالآلاف يا جماعة، عشرات الآلاف الآن، مئات الآلاف في المدارس والجامعات، المهمة جسيمة ثقيلة جدا. لماذا توجه النبي من بادئ الأمر عليه الصلاة والسلام إلى الشباب؟ هذه حكمة بالغة. أولا دعوني أسرد هذه الحكم سريعا، لأن دعوة الشباب أسهل وأيسر. أي والله، أرأيتم إلى رجل يدعو عجوزا قد تجاوز 70 من عمره كالسنديانة العتيقة، يريد أن يقنعه بأن كثيرا من زعماء العرب قد تآمروا على أمة العرب، ربما ينكر ويقول لا لا إن هذا وذاك يا أخي أنت ماذا تقول؟ لكنك إذا ذهبت إلى شاب وأخذت تزرع فيه فسائل في قلبه، فسيلة الإيمان، فسائل الإيمان، ستجد تجاوب سريع عجيب يقبل عليك بشراشيره. على كل حال الشباب لهم دور لا ينكر، سنعود إلى هذا الدور بعد فاصل قصير، فلا تبتعدوا عنا طويلا. حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة،
حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. اهلا وسهلا بكم ايها الاخوه من جديد مع برنامجكم اغلى من الذهب، سذرات من سيره الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات الله وسلامته عليه. كنا قبل الفاصل قد توقفنا عند القاعده الثانيه من منهجيه الحبيب عليه الصلاه والسلام في الدعوه الى الله، وهذه القاعده دارت حول الاهتمام بالشباب. لماذا الشباب؟ ذكرت قبل قليل أيضا لأن دعوتهم أيسر وأسهل وأكثر فاعلية من غيرهم. أيضا الشباب أيها الإخوة لم يتشربوا بعد العادات الجاهلية العفنة، ونربط بالواقع المعاصر والبرستيج الزائف، ما زالت قلوبهم كالأوراق البيضاء وكاللجين والفضة، ولكن من يملأ هذه الآنية بأنوار القرآن وأنوار سيرة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام؟ إذن الشباب لم يتشربوا بعد العبادات الباطلة والأخلاق الشائنة، ولم يطل عليهم الأمد، ولم تتراكم عليهم السنون، ولم تأخذ منهم العادات والتقاليد والرواسب الاجتماعية. وبالتالي حقيقة هذه فرصة عظيمة جدا نرجو أن نحرص عليها. مؤسف حقا أن كثيرا من أوكار وأعشاش الماسونية الحاقدة المجرمة توجه سهامها المسمومة إلى الشباب، مسابقات، طلعات، رحلات، نشاطات مميزة جدا، تنفق المليارات حتى يغيروا هذه الفطرة من سويتها واستقامتها. بالتالي على أصحاب الحق
أن يلتفتوا إلى هذه الفطر النقية، هي أمانة عظيمة جدا في أعناق الآباء والأمهات والمربين. على كل حال، أيضا لماذا الشباب؟ أمر آخر، طبيعة الشباب أيها الإخوة والأخوات ولعون بالجديد، أي نعم، والتقليد لربما الأعمى أحيانا، أي جديد يتجه نحوه. لاحظوا في الواقع المعاصر، أي تقليعة جديدة، أي شيء جديد هكذا، إلا من رحم ربك، يذهبون إلى هذا الجديد أحيانا دون وعي أو بصيرة. أذكر من باب الطرافة أنني رأيت أحد الطلبة يلبس بنطالا فيه شيء من المزق، وكان الجو باردا، فأنا أشفقت عليه، فبعد المحاضرة قلت له أريد أن أحدثك جانبا. ماذا تريد يا دكتور؟ قلت هل أنت بحاجة إلى شيء من المال؟ وأنا أعرف أن هذا ربما يكون شيء من الموضة أو شيء من هذا، حتى نثقب هذه الخروق التي في بنطالك. ما هذا يا بني؟ قال يا دكتور هل تدري، هل تعرف كم سعر هذا البنطول؟ هذه موضة، أنا ألبس ماركة عالمية، كثير من أصدقائي يتيهون فخرا، وبعض أصدقائي يتمنون أن يشتروا مثل هذا البنطال، إن سعره قد يزيد عن $100 و$100. شيء عجيب، لو أنه أعمل فكره وأعمل عقله ووقف أمام المرأة ونظر إلى هذا اللباس وإلى ذلكم اللباس الساحل وإلى القصات العجيبة والأفعال العجيبة على مستوى اللباس والهندام والهيئة، شيء عجيب. الشباب مولعون دائما بالجديد، الشباب كالآنية تبحث عما يملأها، عمن يملأها. ولذلك الحبيب عليه الصلاة والسلام وفقه الدرس من أول مرة المربي، وهذه ربما المرة الأولى التي أصف بها أبا بكر فوق أنه قائد من الطراز الأول، بأنه كان مربيا فاضلا قد وجه دعوته إلى الشباب. تصوروا يا جماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه ومن معه من السبق الأوائل الصحابة حرصوا أن يأتوا بالشباب إلى حضن الدعوة الدافئ، وكان للشباب الأثر الكبير في خدمة الدعوة الإسلامية. أمر ثالث أيضا، الشباب يا إخواني، وهذه ملاحظة مهمة جدا لمن يبحثون عن التغيير، عن الجيل المنشود، عن جيل الأقصى، الشباب مستوى الحماسة عندهم مرتفع جدا، هكذا ينبغي أن يكونوا. نعم هناك وسائل تخدير عجيبة جدا، حتى بتنا نرى شبابا في أثواب وأقمص الشيوخ. على كل حال، الأصل هكذا، مستوى الحماسة عند الشباب مرتفع جدا، مستوى الحمية عند الشباب مرتفع جدا، هناك فورة، نشاط، حيوية، هناك محاولة للاقتحام، الإغداء، الإقدام، المغامرات، الشباب حركة، تحدي للصعاب. والنبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته وفي مستقبل هذا الدين يحتاج إلى هذا الجيل من الشباب، وقد وجد النبي نهمته ورغبته في علي وسعد وطلحة بن عبيد الله والزبير وغيرهم من شباب الصحابة رضوان الله عليهم. وبالمناسبة يا إخواني، أود أن أشير إلى ملحوظة تعرفونها لكنها مهمة جدا، من فضل الله بالرغم من كل محاولات التخدير ومحاولات تنكيس الفطرة، أنا يبدو أنني قد دندنت في حلقة اليوم حول تنكيس الفطرة، تغيير الفطرة، هذا هدف شرير خبيث يحرص أن يقوم به الأعداء الذين درسوا نفسيات الشباب والشابات بأن يحرفوا الفطرة عن مسارها الصحيح. المجتمع العربي مجتمع فتي، مجتمع شاب،
انظروا إلى مجتمع غزة، الشباب يتقفزون يتوثبون في قمة الحيوية والمجتمع والنشاط. المجتمع العربي من فضل الله مجتمع فتي شاب ولود بإذن الله، بينما المجتمع الغربي على النقيض من ذلك، وهذا من مكر الله بهؤلاء المجرمين الذين أذاقوا الأمة الويلات. المجتمع الغربي مجتمع عجوز أحدب، الهرم يأكله أكلا، ويبدو أن السنين القادمة ستشهد انقراضا لأسر كاملة وأجيال كاملة من هذا المجتمع العجوز، هذا المجتمع الذي كان كثير منه، أقولها من قلب يتحسر، كان ينتظر أن يقوم دعاة الإسلام بتوضيح فكرة الإسلام حتى يروا عظمة الإسلام. ولكن على كل حال الله المستعان، هذا موضوع كبير جدا. يا جماعة، جامعاتنا كما قلت أيضا قبل قليل، مدارسنا مليئة بالشباب، ولكن أين دور الشباب؟ أين حركة الشباب؟ أين ضجيج الشباب؟ أين ألق الشباب؟ أين إبداعات الشباب؟ أين براءات الاختراع عند الشباب؟ أين إنتاجات الشباب؟ أين إنجازات الشباب؟ نعم، أرجو ألا أتجاوز الاتزان في هذه النقطة. هناك شيء من الإنجازات ولكنها دون الطموح بالنظر إلى شباب اليهود. تصوروا أيها الإخوة والأخوات، وأنا أخاطبكم من هذا المنبر، اذهبوا إلى الشبكة العنكبوتية وانظروا براءات الاختراع، وانظروا إلى المبرزين على مستوى العالم من القارات التسع، ستجدون أسماء لامعة من بني صهيون. أين شباب المسلمين؟ وأين شابات المسلمين؟ ولكن دعوني أقول على وجه الأمل المشرق، إن المستقبل لشبابي وشابات المسلمين، ولكن وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. على كل حال، ديننا دين العمل والإنتاج. دعونا الآن ننتقل إلى محور آخر أغلى من الذهب، إي والله، في منهجية تربية النبي صلى الله وسلم وبارك عليه لأصحابه. أرجوكم يا إخوان، أرجوكم، أنا أود أن أنبه إلى أمر خطير. أنا أعتقد كما يعتقد كثير من الخبراء وكثير من المربين والحذق في هذا الفن، أن أصل المشكلة عندنا في العالم العربي على مستوى الأفراد والتنظيمات والمؤسسات والجماعات، المشكلة في التربية الإيمانية. طب ليه؟ قال: لأن الإيمان إذا سكن القلب جاءت المعجزات والخوارق، وإذا ما العقيدة لازمت قلب امرئ أضحت له في التضحيات روائع. مشكلتنا بامتياز في التربية الإيمانية. وأرجوكم أيضا، أود أن أشير إلى ملاحظة مهمة. أنا أثمن جهود الإخوة الخبراء في التنمية البشرية، دورات في التنمية البشرية، دورات في الحفظ، دورات في الذكاء، دورات في الإدارة، دورات في التسويق. أنا أعتقد أكثر عالم فيه دورات ربما العالم العربي وبذات الخليج، وأقل عالم فيه الإنتاج العالم العربي. أين أثر الدورات؟ أين المشكلة إذن؟ أعتقد أننا بحاجة إلى دورات في إحياء جذوة الإيمان، التربية الإيمانية لتعمر القلوب بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، بحب الله، لأن العبد إذا أحب الله تفانى في خدمة مولاه والتضحية من أجل مولاه، إذا تفانى في حب الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، في حب هذا الدين بذل كل شيء. وبالتالي
النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وضع هذا الميزان التربوي الدقيق جدا. ماذا فعل؟ ما هي المنهجية التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا أمر في غاية الأهمية أيضا، أن المنهجية امتازت بخاصتين مهمتين، أرجو الانتباه يا إخوة، الأمر جد خطير، خاصة مؤسف من خلال اختلاطنا بالشباب والشابات. كثير من الشباب يراجعون يقول يا أخي فلان الفلاني على اليوتيوب، على الفضائيات، على الشبكة العنكبوتية يلقي بأفكار مسمومة، نحن قد نتأثر بها، بل وجدت كثيرا أو نفرا أو رهطا من الشباب قد تأثر بها. صحيح، طب لماذا تأثرت بها؟ أين البنيان التربوي والبناء الإيماني العقدي عندك أنت أيها الشاب؟ أيها الشاب، أنا أتأثر هكذا زوبعة عاصفة تقتلع ما عندنا من أفكار دفعة واحدة؟ هذا غير مقبول. بالتالي إخواني، امتازت منهجية الحبيب صلى الله عليه وسلم بخاصتين مهمتين. الخاصة الأولى وما أجملها الحقيقة خاصة الصفاء. أي والله، الصفاء بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل منهج التلقي منهجا عذبا صافيا لا تشوبه شائبة. لماذا؟ لأن هذا المنهج منهج رباني من الله ورسوله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لكن أرجوكم أيها الشباب، قبل أن تذهبوا إلى أي دورات، ولست ضد ذلك، أرجو أن تفهموني جيدا، لكن هناك ما يسمى فقه الأولويات في التربية كما يعلمنا الحبيب عليه الصلاة والسلام. علينا أن نذهب إلى النمير الصافي والنبع السلسبيل الصافي إلى كتاب الله، إلى القرآن. ارتووا من حروف القرآن، من جمل القرآن، من قيم القرآن، تشبعوا القرآن، ليلقي عليكم القرآن بهجته وحليته. هكذا كان شأن الصحابة الأول الذين عاشوا مع القرآن حرفا حرفا وكلمة كلمة وفكرة فكرة، حتى أخذ عليهم الأوقات وسلب منهم النوم لحبهم وعشقهم لهذا القرآن اللذيذ العظيم وسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الملحوظة مهمة جدا، صفاء المنهج، هذه الخاصة مهمة جدا، صفاء منهج التلقي، القرآن والسنة. دعوكم من فلان وعلان وهيان بن بيان وما يقوله، عودوا إلى كتاب الله، إلى سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. وهذه رسالة مهمة جدا إلى أولياء الأمور، إلى المربين، إلى آخره، أن ينتبهوا إلى كما قلت قبل قليل، إلى مصدر التلقي، كما قالت عائشة انظروا عمن تأخذنا دينكم. إذن هذه الخاصة الأولى. الخاصة الثانية، كان هذا المنهج خاصة البساطة، اليسر، السهولة. يا سلام، منهج رب العالمين، منهج رسول رب العالمين، بسيط ميسر سهل، ليس فيه تفريعات كثيرة وتعقيدات وتفصيلات وإشكالات. أرجوكم يا شباب، أرجوكم، أرجوكم يا مشايخ، أرجوكم يا أصحاب العمائم ويا أصحاب اللفات ويا أصحاب العلم، مع شكري لجهودكم، يكفي غفلة عن تربية أبناء المسلمين تربية صحيحة. الأمور سهلة فلا تعقدوها، الأمور صافية فلا تكدروها بالأهواء. مع الأسف الشباب يذهبون ليدرس أحدهم العقيدة، وإذا بالشيخ، ما شاء الله على الشيخ، المشكلة فينا نحن، فريد عصره ويتيم دهره، ينبش في القبور
وأخطاء فلان وأخطاء فلان وأخطاء ابن قيم وأخطاء ابن تيمية وأخطاء الأشعري وأخطاء الألباني. يا أخي وبعدين لماذا؟ لا بأس من خطأ يشار إليه ليوجد صوابا لأن فيه انحرافا، لكن أن نذهب إلى الجدائل والمزق الكلامية وإلى المراء. وبالتالي كثير من الشباب، يعني أنا أقول يا حرام، هكذا كما يقول العامة، تضيع منهم الأوقات، يكون لمعة في الذكاء، وإذا بهذا الذكاء يذهب في هذا الاتجاه ويبدأ بتأليف، وقد يكون مهندس أو طبيب أو ما يشبه، بتأليف رسائل في العقائد، رسائل في الرد على، يا أخي وبعدين الأمر في غاية اليسر والسهولة. وبدلا من أن تكون العقيدة نابضة محركة إيجابية دافعة تدفع صاحبها للعمل والبذل والتضحيات، تستحيل جدائل وطلاسم وشكوك، تشرخ الصف، تخدش الأخوة، تفرق بين الأحبة مع الأسف الشديد. أرجوكم يا إخواني، هذا مخالف لمنهجية الحبيب صلى الله عليه وسلم. أنتم تقرؤون في القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لماذا لا نقتفي أثر الحبيب عليه الصلاة والسلام وأثر أصحاب الحبيب في ترسيخ الإيمان والعقيدة الحية النابضة في قلوب الشباب، رفقا بالشباب. وأنتم أيها الشباب كما قلت قبل قليل، انظروا أيضا عمن تأخذون دينكم، ولكن شعارنا هذا الحديث العظيم للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إن هذا الدين يسر. الله أكبر، كلمات أغلى من الذهب والله. هكذا بالتأكيد، إن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق. يا سلام، شوف الكلام العجيب للحبيب محمد، فأوغلوا، شوف التعبير، فأوغلوا برفق، برفق يا جماعة، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. على كل حال، النبي صلى الله وسلم وبارك عليه انقسم في منهجه التربوي، أو قسم منهجه التربوي إلى جانب نظري وإلى جانب عملي، وهذه ملحوظة أغلى من الذهب والماس والله. لم يكتفي الحبيب عليه الصلاة والسلام بالجانب النظري، إنما ينبغي أن تكون التربية في الميدان أيضا. وهذا ما كان، وذلك مكة يا إخواني كانت ميدان في الجانب العملي لصنع الرجال. كم تحمل الصحابة في ميدان الدعوة إلى الله من الأذى والقذى والتضحيات في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالجانب النظري. يا شوفوا الآن المدارس والجامعات، كم من هامش، أو ماذا أقول، مساحات الجانب النظري كثيرة جدا. طيب أنت هندسة ميكانيكية وهندسة صناعية، أين الصناعة في بلادنا مع الاحترام الشديد؟ أين إنتاجات الآلات في بلادنا؟ إلى متى ننزف عجزا ونعتمد على الغريب والغرب حتى نكون في غاية العجز والتبعية؟ على كل حال، على كل حال إخواني، المنهج النظري للحبيب صلى الله عليه وسلم اعتمد على ثلاثة أمور. هل أنتم معي؟ أرجو أن نتابع، لأن هذا الأمر في غاية الأهمية في صنع جيل النصر المنشود. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب النظري اعتمد على ثلاثة أمور. الأمر الأول، التربية بالعقيدة والإيمان. وكيف تكون التربية بالعقيدة والإيمان؟ بمعرفة الله عز وجل. يا إخواني، كلما ذاق العبد واقترب من معرفة الله كلما انشغل بالله. لذلك وأنا أبارك للحجيج يوم عرفة، ما سر يوم عرفة؟
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، لأن عرفة تشمل عنصر المعرفة، أن يعرف العبد نفسه، أن يعرف العبد ربه. وإذا عرف العبد ربه وعرف تقصيره في جنب ربه ومولاه، كان جنديا من جنود الإسلام وقائدا فذا لا يلوي على شيء في خدمة الإسلام، عرف التعارف بين المسلمين. بالتالي هذه العقيدة من عناصرها الرئيسة معرفة الله، معرفة رب الكون سبحانه بأسمائه وصفاته وآلائه وأفعاله وإنعامه على عبيده، حتى يشعر العبد بفقره وفاقته أمام مولاه المنعم الكريم الجواد سبحانه. معرفة الله حتى يتذوق العبد حلاوة القرب ولذة الأنس والحب لله سبحانه. كم أتمنى وطلابنا في الجامعات وفي غيرها من مقاعد الدرس والتدريس في المساجد في المراكز إذ يدرسون العقيدة أن يخرجوا وعيونهم تذرف الدموع من خشية الله وقلوبهم رقيقة بحب الله، أما أن يخرجوا وقد ازدادت قلوبهم قسوة بالمزق الكلامية والجدائل البيزنطية، والله ليست هذه العقيدة التي يريدها الله ورسوله. أنا أريد أن أتحدث عن عقيدة الحب، نريد أن نزرع أن نغرس عقيدة الحب لله سبحانه، عقيدة الحب للرسول عليه الصلاة والسلام. أرأيتم يا إخواني لو أن العبد ينشغل بحب مولاه، وحينما يعلم أن مولاه قد عظم المسجد الأقصى، هل تسكن بلابله؟ هل ينام مرتاحا ويعلم أن ما يحبه مولاه في خطر؟ إذا نريد أن نزرع عقيدة الحب لله، الحب للرسول صلى الله عليه وسلم، الحب للإسلام، الحب للمؤمنين والمؤمنات، الحب لطاعة الله، الحب لدعوة الله سبحانه وتعالى. أعتقد يا إخواني أن العبد إذا امتلأ قلبه بحب الله بتعظيم الله بذل النفس والنفيس والغالي والرخيص من أجل هذا الدين. أعتقد أن هذا هو لباب العقيدة والإيمان، الحب والتعظيم لله الكريم المنعم سبحانه وتعالى. على كل حال يبدو أن الوقت داهمنا عند القاعدة الأولى من الجانب النظري في تأسيس جيل الصحابة الرعيل الأول، وكل جيل يبغي أن يكون رافعة للحضارة الإسلامية إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى. لعلنا إن بقيت أنفاس في الحلقة القادمة نتذوق المزيد من حركة وحكمة وحنكة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام في تربية الصحابة الكرام والرعيل الأول. وليت المربين والمربيات يلتفتون إلى هذه الحركة الحكيمة للحبيب عليه الصلاة والسلام. أرجو أن نلتقي بحضراتكم وقد لبست القدس بإذن الله، ولبس المسجد الأقصى لباس العز والسؤدد والمجد إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.